عن أبرز ما تناولته اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي اليوم. أهلا بحضرتك بالمشاهدين الكرام. اليوم كانت جلسة افتتاحية بالطبع فيها ترحيب بالمشاركة المصرية بالوفد الذي رأسه السيد وزير الخارجية وعودة مصر للاتحاد الأفريقي والتطلع إلى دورها خلال الفترة القادمة. بحث اجتماع الوزراء أيضا المضاعفات الخاصة بميزانية الاتحاد الأفريقي، سواء ميزانية تشغيل الاتحاد أو ميزانية البرامج والأنشطة المتعلقة بالاتحاد وكيفية تدبير موارد إضافية لتمويل هذه الأنشطة. بحث طبعا أيضا موضوعات خاصة برؤية الاتحاد الأفريقي الاستراتيجية للخمسين عاما المقبلة اتصالا بالاحتفال العام الماضي بمرور 50 عاما على إنشاء منظومة الاتحاد الأفريقية قبل تحولها إلى الاتحاد الأفريقي. كان هنا أيضا موضوع وغدا سيتم بحث موضوعات خاصة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية. أهم الملفات التي ستركز عليها مصر خلال هذه القمة؟ الموضوعات الخاصة بجانبين، الشق الخاص بقضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية في دور مصر في هذه القضية الهامة ومشاركتها في العديد من عمليات حفظ السلام بالقارة، وأيضا دورها في بناء السلام وإعادة الإعمار فيما بعد النزاعات. الشق الآخر الشق الاقتصادي المتعلق بقضايا التنمية المستدامة وأهداف القارة الأفريقية لمرحلة ما بعد 2015. فهو وأيضا الشق الخاص بقضية الزراعة، قضية الزراعة هي قضية محورية في هذه القمة الأفريقية. نعم. كيف استقبل وزراء الخارجية الأفارقة وزير الخارجية المصري بعد عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي؟ حقيقة كان هناك شعور عام بالترحيب والارتياح لعودة مصر، وتأكيد من كل من التقى به مثل وزير الخارجية وكل من تحدث على أن القارة الأفريقية بدون مصر تفتقد قوة كبيرة وركيزة كبيرة من ركائز العمل الأفريقي المشترك. وكان هناك تأكيد على دور مصر ليس فقط في الماضي، ولكن تطلعوا أيضا لدور مصري فاعل في المستقبل.